تسهيل ولوج المنتوج الجزائري إلى الأسواق الخارجية مسعى الجزائر لإنعاش الاقتصاد الوطني. وزير التجارة وترقية الصادرات ومن خلال ورشة عمل حول التسهيلات البنكية والضريبية والجمركية الخاصة بعملية التصدير أكد على أهمية تدليل العراقيل التي تواجه عملية التصدير من منطلق رؤية تشاركية بين مختلف الفاعلين في المجال. كان فيه يعني منصة رقمية بدينا بدأت من البارح بدينا يعني نتلقى كل المشاكل التي تعترض طريق المصدرين ومن طرف وهي موجودة في وزارة التجارة، ووزارة التجارة تبعتها لكل القطاعات المعنية، سواء القطاعات اللي راح نشوفوهم، شفنا قطاع النقل اليوم رانا مع قطاع المالية، غدا إن شاء الله نكونوا مع قطاعات أخرى، أو حتى مع المؤسسات العاملة في مجال التصدير وتذليل عقبات التصدير. منصة رقمية تعنى باستقبال شكاوى المصدرين، رواق أخضر لتسهيل تصدير المنتوجات الفلاحية والمواد سريعة التلف، بالإضافة إلى إجراءات تسهيلية في المجالين الجمركي والجبائي من بين المجهودات المبذولة لدعم وضمان عملية التصدير. تخضع عملية التصدير إلى رقابة جمركية جد مخففة، نظام تسجيل المخاطر مصمم بطريقة تسهل عملية التصدير. في حالة الاضطرار إلى القيام برقابة فإنه يتم تنظيم هذه الأخيرة بطريقة لا تعرقل عملية التصدير. الفضاء التشاوري الذي تعكف على تكريسه وزارة التجارة بالتعاون مع مختلف القطاعات للاستماع لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين كان فرصة للتأكيد على سلاسة عملية التصدير، خصوصا ما تعلق بالتوطين البنكي وفتح بنوك جزائرية بالخارج. الإسراع بفتح فروع للبنوك الجزائرية على المستوى الدولي والعملية جارية منذ أن افتتاحا بالفعل تلك الموجودة في نواكشوط وداكار. مش بنس كاين غون ديناميك كايتي فات سيتي ان ابل دي زوبيراتور ايكونوميك ليتا ايزيتي على ليكوت كان ميم سي دي غون زاكي دافوار دو بنك الجيريان على ليترونجي. التوطين البنكي ماهوش مشكل ولكن مركزي، كي جا مركزي ساعات بعض الاحيان المده الطول تاع باش يعطوك التوطين البنكي، خاصه كي تكون في حاله عندك رخصه تصدير تاع ماده معينه وتكون تمشي هذيك بالشهر. الرفع من الإنتاجية وتحسين جودة المنتوجات المحلية من بين النقاط الأخرى التي تتمركز عليها عملية التصدير. ور اكسبورتي فو برودوير وباش تكسبورتي يلزم تكون تسهيلات للمتعامل الاقتصادي. كي يكون استثمارين كاين بزاف لي زانفيستيسور اوتوماتيكمون فا كري اون ميور كاليتي يعني لو شو كومبيتيتيفيتي العالم كامل يسحق فيه منتوجات يعني وطنيه محليه صنع لابد من تحسينها ولابد من تحسين جودتها لتمكينها من التصدير الى الخارج. تنويع وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات رهان تسعى الجزائر لرفعه مع كافة الشركاء الاقتصاديين من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الوطني وجعل الجزائر قبلة للاستثمارات الداخلية والخارجية.